شو شو رشيد شو 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 رشيد. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد. اليوم حاضرين معنا جوج ديال الفنانين في حلقة استثنائية، بجوج من نفس العائلة وبجوج كيجمعهم حب الفن. قدموا خلال مشوارهم مجموعة من الأعمال اللي تميزات وحققوا من خلالها نجاحات كثيرة. اليوم لي الشرف أنني نستقبل الفنان هشام الوالي والفنان رشيد الوالي. رشيد الوالي وهشام الوالي، نهار كبير هذا. بسم الله يكبر فيك. شكرا. نبغي في الاول نرحب بهشام الوالي لانه اول مره كينورنا في بلاطو رشيد شو، نهار كبير هذا. الله يحفظك الله يحفظك. لا و ماشي اول مره، لان ملي كيكون رشيد ضيف عندك راه حتى انا كنعيش نفس اللحظات اللي كيعيشها معاك، كنعيشها معاك. رشيد الوالي مرحبا بك. الله يبارك فيك. دار دارك. انا كنشكرك سي فري، دار داري، وكنقول لكم مبروك لانه كنشوفوا في التلفزيون هذا الديكور تري بو، ملي كتجي تشوفو عاوتاني سي اونكور بلو بو. الله يحفظك. برافو برافو كاع اللي خدموا. الله يحفظك. اليوم الحلقه ديالنا فيها بزاف المفاجات، وغير وجدوا راسكم لانه داك الشيء اللي غيوقع سمحوا لي مسبقا. كنا تهضروا مسبقا على جوج ليا ولا ليه ولا جوج مع جوج. لا ويا الاشاره سي رشيد، حنا في الميدان هذه مده، وهذا الاول مره كيجمعنا بلاطو انا وسي رشيد. اول مره غنتجمعوا في شي بلاطو. اول مره كتلقاو في برنامج بجوج. اول مره وتعرضوا علينا، تعرضت لنا بشحال من مخطره، ويا اما واما، ولكن دابا يا اما. والغرض من اننا نستقبلكم جوج لان كنا بغيناك تكون معنا ايضا سي هشام، هو ان الحلقه ديال اليوم تماما الحلقه ديال اليوم غنتكلموا فيها على العائله وهذه القيم ديال العائله. ان كنشوف بانه رشيد الوالي وحتى انت كتقتسموا بزاف مع الناس مواقع التواصل الاجتماعي، اوقات اللي كتقضيو مع العائله وفاش كتجمعوا، وهذه مسائل اللي نبغيو نتكلموا عليها اليوم، خصوصا اننا اليوم في شهر رمضان. وبالمناسبه نبغي نقول لكم رمضان كريم، يدخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. حنا كذلك كنقول لك رمضان كريم والمشاهدين، وحنا سعيدين ان الحمد لله هذا الوباء ها هو شت الطريق ديالو، نتمناو بلا رجعش ان شاء الله، بلا رجعه نمشي بلا رجعه، ونتمناو ان هاد البلاد تبقى دائما مجموعه، نبقاو مجموعين وتبقى دائما الرابط الاسري. ومن هنا كنقول لك شكرا على هاد لو تيم اللي بديتي به واللي شجعنا انا نجيو، ديال الاسره وسورتو الاخوه اللي بدينا كنفتقدوها في هاد المجتمع ديالنا مع الاسف. سي هشام الوالي، بغيت نسولك اولا على شهر رمضان. فين كدوز رمضان؟ واش مع رشيد ولا بوحدك؟ مع رشيد عند الوالدة. عند الوالدة؟ عند الوالدة. دائما رمضان مجموعين تبارك الله. يوميا عند الوالدة، واحد الوقيته كنتلاقاو كل واحد بالسيارة ديالو، كنتلاقاو عند الوالدة. حتى اللي بغى يشوفنا من المعجبين كيجي عندنا في قيته المغرب عند الوالدة. تقريبا كنفطروا في دارنا أربعة خمسة المرات ولا ستة، لا كنت عارض على شي حد ولا شي حاجة، مي أغلبية كان شوف ما حد الوالدين كاينين بالحياة. واحد يستغل. انا العمره عمري ما بغيت نديرها في رمضان. علاش؟ لانه كنعرف القيمه ديالها، ولكن ما حد الوالد ديالي وامي عايشين معايا، ما نقدرش ندوز معاهم هذاك اللقاء، لانهم لما كيشوفونا مجموعين وكنتشاركوا وكنديروا بزاف الحوايج راه كيبراو، كيكون الوالد ما فيه ما ينوض، الوالده ما كتبغيش تحرك وتاخذ الانسولين ديالها هذا، ولكن ملي كنجيو سبحان الله كينساو مع وليدات، مع تبارك الله عنده وليدات صغار، عنده واحد الفنيونين دونك كيفيقوهم من الفراش، وهذه شي حاجه لا تعوض. تماما. لاي درجه مهم اننا تكون عندنا ديك اللمه؟ احنا المغاربه تبارك الله، احنا المغاربه معروفين بصله الرحيم، لاي درجه مهم تكون عندنا اللمه مع العائله، ومره مره نتجمعوا، لان الانسان تيكون مشغول بعض المرات ما كيشوفش خوه ولا خاله ولا عمو لمده طويله. لاي درجه خصنا نتلاقاو ونتواصلوا دائما ونبقاو ديما مجموعين. هي في هذه اللقاءات
كيذوبوا المشاكل. بعض المرات كيكونوا المشاكل خفيفه كاي عائله في هذا الوجود، ولكن شنو اللي كيجعل المشاكل تكبر؟ هو داك التباعد، وما كنخليو الاخرين وداك ذات البين اللي كيمكن يدخل بواحد الخيط ابيض. مادام عندنا واحد ذات البينه هو معنا حتى اللي كيكون شي مشكل يمكن الا طرا اليوم غدا كيتحل. ما كنخليوش داك التباعد. باش ثاني حاجه كنربي في ولادنا المحبه، المحبه داك الدار اللي كنجمعوا فيها، المحبه لبعضياتهم، المحبه والافتخار بالاسم ديال الوالي، كيبقاو عندهم هذا الترابط. زياده لهذا الله يحفظكم، زياده لهذا خويا رشيد، سي انك تقاسم، كتعرف انه ان الانسان كيمكن في اسره واحده ويكون اختلاف، كيما الله عطاه وفرق، فرق حتى في الرزق، فرق في الصحاب، فرق بزاف ديال الحوايج، ولكن لما كتحضروا كتعرف ان خوك ربما خسرات له الثلاجه وانت باغي دير الثلاجه، كتقول له راه 15 شهر جاي راه بدات غندير الثلاجه، يمكن لي نعاود نصبغها ونعطيها لك. الاخر كيقول انا راه صافي كبروا ولادي الحوايج صغاروا عليهم، الاخر كيقول انا محتاج ولا الكروسه ديال الدراري، بمعنى كيكون واحد العمليه اقتصاديه في وسط الاسره زوينه بزاف، وهذا كيعطي رساله لهاد الوليدات ديالنا انهم كيقبلوا على لو بارطاج، ماشي هذه ديالي. ما كاينش شي حاجه هذه ديالي ولا انت ما كتربيش ولادك على هذه ديالي ماشي ديال الاخر. لا ما يمكنش اعطيه، الا ما عندوش هو اعطيه، ولا ما عطيتيهش غنهزها ونعطيها ليه. ومن بعد حتى تقبل انك تقاسم هذاك الشيء ديالك، عاد كيمكن لي نشري لك وحده اخرى باش كنشجعك انك تقاسم مع الاخر. وهذا مع الاسف اش كيربي، انا كنمشي عند الاسر اصدقاء وكنلقى ولادو قارين وكل شيء، ولكن ما كيعرفوش عمامهم، ما كيتعرفوش مع ولاد عمامهم، ما كيعرفوهمش فين كيقراو وشنو كيديروا. وهذا مع الاسف حنا غاديين. نعم. علاش كيقول لك لا خلينا التقار خويا شفتو في العيد ولا في العواشر اللي فات ولا في هذا، ولكن اللي ما شافش مو ست شهور ولا هذا، حتى نهار اللي كيسمع ان واحد فيهم مات عاد كيش الطياره وكيجي يجري وكيبدا يبكي على القبر، سي ترو طار ديك الساعه تبكي، ديك الساعه عيش مع حدك معاهم. لذلك كتلقى سوفون سبحان الله اللي عاش مع والديه وتمر معاهم حاشا واش تمر، ولكن كيف ما رد شويه من هذاك الشيء اللي داروا له، كتلقاه الا مات ولا شي حاجه كيكون قلبه صافي، كتلقاه هو اللي كيضحك في الاسره وكيرطب على خوته وحدين اخرين. تماما، تبارك الله عليك. واحد المساله كتقال كيقول لك الرباح من الوالدين والخساره من الوالدين. لاي درجه بالصح؟ بصح رضات الوالدين مهمه في حياتنا، مهم في حياتنا الرضا باش ننجحوا في حياتنا وباش يكون عندنا طريق ميسرة كيف تيقولوا. خليش اكيد. هذه شي حاجه اللي مفروغ منها ما يمكنش نناقشوها، ومن الحوايج اللي خديناهم في العائله الصغيره ديالنا اللي بيان سور، ملي كيكون عندك النموذج اللي هو الاخ الاكبر، حيت بطبيعه الحال هو الاول كيكبر، هو الاول كيخدم، هو الاول كيخرج يفهم الحياه، كنا كنعقلوا دائما في اي عمل، في اي عمل ما يمكنش يكون عنده واحد العمل وما يهزش التليفون فاش كان عند الوالده. قبل ما يجي شي سيناريو الوالد الوالده دعيو معايا قبل ما يقراه. نعم. هو التيسير في القرايه تياخذ الطابع الاول. اما اذا كان بعيد والله ربي شاهد عليا انه كيكون بعيد وكيقول امي نعسه قول لها رشيد راه غادي يصور دعي معاه شي دعوه هي والوالد، هما في بيت النعاس وكيدعيو معاه، وداك الشيء ربي ما عمر ما كيخيبو. حنا ولات فينا حتى انا ما يمكنش هاد المجيه هذه، ردت الصباح عند الوالده والوالد قلت لهم رشيد الطريق كازا عند السي رشيد دعيو معايا باش نغلبوا لي. اي غلبوا لي صافي ما فيها. لا لا نزيدك انا هذه عاودتها، ولكن الجمهور ديال رشيد شوف مزيان فذكر. كنت صغير كنقرا في المسرح وما كانش عندي الفلوس والو، ما عنديش ملي كان كنسمع صحابي في القهوه ما كنرضاش نقول لهم خلصوا عليا القهوه، وكان كنجلس معاهم ما كنشربش قهوه، اش كناخذ السكرات اللي كيشيطوا لهم. ملي كيجيك يعطيك ثلاثه السكرات ولا اربعه كدير وكتشيط وحده، كنجمع وكنديرهم في جيبي في شي وريقه، وملي كنمشي كنقول الوالده بسم الله هذا ما عنديش باش نعطيها الفلوس، كتقول لي كتقبطهم وكتقول لي سي الله يحلي كلامك ويزين ايامك ويعلي اعلامك ويبعد الله من قدامك. باغ لا سويت الله يحفظكم. ومن بعد كتلقى باللي الترجمات الله يعلي اعلامك، انت ربما مع نفس الممثلين مي اعلامك كيعلى، يحلي كلامك كتسد سيناريو جاف ربما هذاك غير كلام اي الا قال واحد اخر ما يدوش، ولكن ملي كيخرج من فمك كيخرج سبحان الله وكيغلب كيغلبك على عبد الله واخا يعاديوك. خليك مزيان فينا المو غتنتصر الرضا باش نرجع ليك.
بلا بيه ما يمكننا نديرو حتى شي حاجه. كنعيشوا واحد الماساه، واحد الاكتئاب داخلي اكسترا اوردينير. لذلك انا نتمنى واليوم واللي جالس ربما في دارو كيشوف رشيد شو ما شافهمش يهز دابا التليفون ويقول لي امي ولا با كنبغيكم رضيو عليا، انا مزوق فيكم لما فرطت معكم تلهيت مع وليداتي. دو فاسون الوالدين دائما كيلقاو لنا الاعذار، ما عمرهم كيلومونا، كيقول لك شي بس ما كاين، شي بس ما كاين. لذلك اللي درتيه لولادك مع والديك غيديروا لك ولادك واحد النهار. بارك الله عليك. هذا كلام يستحق ان نوقفوا ليه. الله يحفظك. بارك الله عليك. الله يحفظك. ماشي. الله يحفظكم. غنعطيك مثال مثال، حيت حنا كنهضروا حميميين. ملي كان من شحال هذه وانا كنخرج الطوموبيل، ملي حيت حتى انا بديت ب 127 وبديت الطوموبيلات قدام وداك الشيء، ولكن ما عمري كنخرج الطوموبيل با ما كيسوقش، ولكن والله ما تخرج من لا ميزون لا ما جاش قرا عليها الفاتحه وهو كيقول بسم الله ويديماريها. ما عمري في حياتي والو ما عمري في حياتي. علاش؟ لانه دابا لدابا الان اخر سياره الان. علاش؟ من 127 المهم. علاش؟ لانه المهم ان يحس باك ولا امك ولا صورتو باك اللي كان كيصرف عليك انه خا وليتي معت شنو انت، ولكن انت محتاجه. هذاك الساروت راه ما يدورش ابا الا ما كنتيش. كيقول جيكزيست، انا كاين، انا محتاج اني ولادي، دونك ناخذ دواء نسعدهم نرضي عليهم، باسكو هذيك الرضا ديالو انا بالنسبه لي امبورطون، ماشي ليسانس لي امبورطون ولا الخدمه، الرضا ديالو وانني نحس انه مهما مشيت في الطريق والله ما طرا لي شي حاجه الا لا كتبها الله سبحانه وتعالى. رضا الوالدين. الحمد لله. سي رشيد باش نخرجوا شويه باش نضحكوا شويه. رشيد اول كاشي ديالو شرا 127 طوموبيل بتي طايس. المهم واخا ما قلناش الماركه، المهم معروفه 127. ما بقاتش 8000 درهم. شريتها ب 8000 درهم. ويقول لك اش غادي دير؟ يلا شراها. قال لك هشام يلا نمشيو انا وبوم، مشيت انا وبومبي وهو مشي وتازا من الرباط وتازا ب 127. ديك الساعه ما كانش لوتوروت وكانت واحد الطلعه ديال المطماطه معروفه. اللي سولته كنقول له اجي هاد الطوموبيل توصلني لتازا، كيقولوا لي واخويا الا طلعت بك بالطماطه راك درتي بوم. كملها الا طلعت بالطماطه صافي راه. امي تبارك الله صحيحه، والوالد تبارك الله 1.92 زيد عليها، زيدني ركبت انا اللور على الوالده. هي غاديين كنقول يا ربي يا ربي فتنا فاس فتنا هذا ويلي ويلي يلاه وصلنا. ولكن رضا الوالدين هنا كتلعب، هو حس بالطوموبيل بقات شي حاجه ماشي هذاك، ويدخلنا واحد القهوه يلاه وقفات وخلاني انا الوالد ويمشي مشى للطوموبيل حلا وبدا يخرج الدخان. هما يقولوا له الجوان كيلاص تحرق. يقول لي الجوان كيلاص تحرق ويلي كي غادي نديرو. كيسولني با لا باس كنقول له مزيان الطوموبيل نحيلها ما كاين غير ديماري. سبحان الله العظيم وقفت الطوموبيل وكملتوا التازا. لا خليناها وصلنا. هذاك اللي وصلنا هذاك اللي وصلنا خديت ليه التقليه وصلنا. دابا بقينا هكا الجوندار معرفوه هذا سي رشيد. وقفت لنا الطوموبيل صافي كاين الحل، خليها غدا تجي لهنا. وقفنا واحد مول الطوموبيل، طلعنا للطوموبيل، السيد كيهضر معنا غيوصلنا من المطماطه لتازا. سحبنا حنين سحبنا حنين. هو كيهضر السي رشيد تبارك الله والله العظيم ما كانش بورتابل ديك الساعه. غنقولها لولادي ما يتيقوش. فرحنا وصلنا تما ويقول لي السي رشيد واحد 100 درهم. انا تصدمت حشمت مشيت للكوفر كنا حاطين فيه حوايجنا، هزيت الحوايج كلهم اللي كاين في الكوفر، مشى خدا 100 درهم. مي مشيت مي مشى غادي عند الناس غادي عند عمي، لقيت راسي هزيت لي جوج دوارات الحوت اللي كان عنده في الطوموبيل. صدقنا داخلين عند عمي وداخلين جوج دوارات كنا كلنا كنقول رشيد خلص. وهذه راه مرضات الوالد. مرضات الوالد بمعنى. غادي نشوفوا دابا واحد لو سكتش اللي فيه واحد الميساج مهم على رضات الوالدين وعلى اهتمام بالوالدين. سكتش ديال شي وحدين في دار العجزة، سولهم علاش نتوما في دار العجزة. نشوفوا هذا لو سكتش هذا ونرجعوا. للحكاية عبرة وللعبرة حكاية، حكاية اليوم من دار العجزة. سي ابراهيم مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش تجي لدار العجزة؟ أسيدي أنا تجوش في 52
والمراه ديما بغات ليا امك، قالت لك يا انا يا هي في الدار، وكيشتي انا ما نقدرش نلوح الوالده للزنقه حشومه، هزيتها ديتها لدار العجزه. انت جبتي امك لدار العجزه؟ ايه واخا. وانت شكون اللي جابك لدار العجزه؟ كيشتي انا فاش جبت امي لدار العجزه ديري ولدي شافني فهمتي، وفاش كبرت انا درت 65 حساب لي هو راه تقاليد عندنا في الدار، هزني انا جامي لدار العجزه ولد لادي. ولدك انت اللي جابك كما درتي ل... كيشوف سبحان الله. سي الحسين كيفاش انت جيتي لدار العجزه؟ انا هو ولده، انا اللي جبته هنا. انت اللي جيتي باك واخا. وانت شكون اللي جابك لدار العجزه؟ ولدي. دابا انا من جبت ابويا هنا ناد ولدي شافني هو جايبني تاول. يا قلت لك جيبني بالتخابيه ما كتسمعش الهضره. وهي راه قلت لي سير بالسندالتك وتبعني. ايوا الساعه البر واش تبعني عفيان. ويلي 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 واخا. شنو هي الرساله اللي بتوصل للمشاهد الكرام؟ والناس اللي بغينا ننصح بها المشاهدين هي اللي بغى يجيبوه لامو يجيبهم التخابيه، راه السمطه دواره والبزيف قاصح. نعم سي ابراهيم نصيحتك شنو هي؟ انا ما عنديش نصيحه، عندي طلب. اذا شوف الكاميرا وقول لي عجبك. تفضل. بارك الله فيك. الطلب ديالي يا سيدي هو تجيبوا لنا العنصر النسوي. صافي راه قنطنا هنا، جيبوا لنا شي وحده تدور بالدار هكا تشطب وتشيق راه شاب راه لا اله الا الله. نعم شكرا شكرا سي ابراهيم. اذا كما تبعتم مشاهدينا الكرام في الحكايه عبره، وعبره اليوم كما تدين تدان. سيدتي انستي تنتهي حلقه اليوم، الى اللقاء. سي رشيد اشنو بالك في الظاهره هذه ديال الناس اللي كيديو والديهم لدار العجزه؟ هشام هي قاصحه وما ما كيقبلهاش المنطق ولا الدين ولا الاعراف ولا العادات ولا حنا كمغاربه كيفاش تربينا ما كنتقبلوهاش، خصوصا انا سي رشيد وبعض الفنانين كنمشيو لدار العجزه وكنشوفوا داك الناس. مازال اللي كيكون وحيد ما كتقول ماشي مشكل، الدوله كدير معاه مجهوده بصح، كيعيشوا في دي كونديسيون زوينه مزيان كتوفر لهم، ولكن اللي كيقصحك هما اللي كيكونوا ولادهم باقين على قيد الحياه، والاكثر من ذلك انهم كيكونوا ميسر عليهم الله وكيحطوهم في ذاك المكان. شيء صعيب بزاف. دائره كارثيه ديال المجتمع الا انتشرت فيه عرف بلي بلي صافي ما بقاش عندنا نهار الله يستر، لانه الوالدين ديالنا واخا واخا يكون عندك بيت راه كديرو معاك، واخا كوزينه كديرو معاك، جوج بيوت كديرو معاك، كيف ما كان كيف ما كان الحال راه افضل. راه كانوا جدودنا شحال هادي كنعقل الناس كانوا كيعاودوا لي ان الراجل وصل 120 عام ومراته كدا 90 عام وكانوا كيعيشوا غير في بيت وكانوا كيديروهم واحد الشواري، الناس غيتفاجئوا الشواري فيه الرمله وفيه الثوب ديال حياتي، وكينعس باه تما وكيعلقوا. علاش؟ لانه ما كانوش لي بومبيرز ديك الساعه، كان باش لا دار لحيه في دين هذاك الرمله والتراب كيمص هذاك الشيء، وباش ولادو ما يعفطوش على لو بير، وكينعس في هذيك البلايصه لانه كيوليو غير كميشه. هادو لي زيستوار من القصص اللي عاودونا الناس على كيفاش كانوا بمعنى احتلين، بمعنى هذا اللي كبر كيقول له برا فوق راسي ما يمكنش باش ما يعفطوش عليه حيت عندهم غير بيت وما ضيقين. ما اليوم بحجه ان ما عندكش اتساع وانت كل واحد دير له بيت ديالو وتقول لا انا امي ما عنديش الوقت ما عنديش الامكانيات، ما كاينش تبريرات اخرين، ما كاينش ما عنديش الوقت. انا لا لا انا بالنسبه لي ما كاينش تبرير. الله يحسن العوان كل واحد يلقى تبرير راسه، ولكن لا عند الله لا هذا الشيء اللي جاي راه ما كاينش تبرير. ومع الاسف حتى دار العجزه راه مهما يديروا راه حاله مزريه. قدمت انا واحد الفيلم في هذا المجال فيلم قصير، وكنت في اسبانيا وقدمت له بكاو وقالوا لي كيف ما كان الحال انتم في المغرب راه افضل منا. قلت لهم لا انتم عندكم دار العجزه؟ قال لك لا عندك تشوف في دار العجزه اللي عندنا راه تو باي بمعنى كتخلص حتى لجوج المليون ونص شهريا على باك باش تحطو تما باش يكون عنده شومبر ديالو. هما كيتقاموا غاليين بزاف. قال لك راه ما نقدروش لا غوتخيت ديالنا كلها تمشي. اذا ما نتبعوش غير الافلام وداك الشيء اللي كيقولوا الناس، الواقع شيء اخر تماما. الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ. لان كاين بزاف ديال الناس كيعطيو تبريرات كيقول لك الزوجه ديالي ما قبلاتش، عندي الوقت مزير ما غاديش نقد عليهم. وهاد الظاهره كثرت مؤخرا يعني ما بقاش داك الشيء اللي كتزرعوا كتحصدوا. علاش حنا كنحاولوا ما امكن نقتصموا مع المتابعين مع الجمهور ديالنا اليوميات ديالنا
في بعض الاحيان راه تنكونوا مجبرين لان في خدم هادشي اللي كنشوفوا الاصول كيدابزوا والابناء كيتخلاو على الاباء ديالهم وهي وا 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 ولينا كنحاولوا نتقاسموا مع الناس راه ها كيفاش يمكن كما قال سي رشيد قبيله تهز التليفون وتقول للوالد ديالك توحشتك وما تكونش داك ويكون الاطار. حنا الحمد لله ربينا من الحوايج اللي ربينا مع ليها وليداتنا وبالتالي الزوجات ديالنا انا الزوجه ديالي ولا الزوجه د رشيد ولا اخوتي كلهم نور الدين كيخدموا الوالدين ديالنا اكثر منا. ربما رشيد كيكون عنده 3 شهور ولا 4 شهور ماشي في الدار وابتسام تجيب طوموبيلتها هي اختي حوريه اختي وديه ديه ويمكن تدخلهم للدوش يمكن لي ديطاي الزوجه ديالي كتحسن لهم شعرو كتحن بالطوندوس كتلقى انا الوالد ديالي حفظ لي الرضا على ود مراتي قال لي واحد النهار واحد العيد واحد العيد ما هي ما كتبغيش اللحم وفي وقت الغداء مشات مع الدراري الصغار داتهم يلعبوا وانا ما رضيتش كان اول عيد غيدوزو عندي وما رضيتش او الوالدين ديالي عندي ومراتي مشات بقات فيا الغدايد ومني ديتهم في الاخر النهار للدار الوالد عرفني ملي غنرجعوا غادي نتفاهموا مزيان على هذه المساله خلاته هبط كل شيء وهو يقول لي يا رشيد قلت له شي حاجه الوالد قال لي لا بغيت ندوي معك الله يرضي عليك ما تقول الابتسام والو راه هي هكذاك وما كتبغيش اللحم وكان غيمرضها وحنا جينا باش نجيبوا لكم السعاده ماشي باش من نمشيو تدابز انت هي مشات مع الدراري هو يدور فيه ويقول لي شوف انا محفظ لك الرضا غير ما تغوتش عليها ويلا ويلا قال لي شنو المعنى ديال محفظ لك الرضا بمعنى واخا نرجع انا شي نهار في كلامي ونبغي نسقط عليك ما يقبلياش غير صافي كاين شي شوف احنا راجعين على الوالدين كاين شي رضا فوق هذا الرضا ومتعه احنا ماشي كنقولوا خطاب احنا ماشي غير حيت في رمضان كنقولوا هكذا راه هذا هو اصلنا هادشي اللي يقولوا وشحال هادي وشحال هادي راه والدينا كانوا كيولدوا 8 و6 و7 و10 بمعنى يكون المسخوط 1 2 3 راه غيكونوا 2 ولا 3 دابا كيولدوا 1 ديجا كيحرموه من خوه كيديسيديو في بلاصتو كيقول لك انا بركه عليا واحد الله يحسن العوان المدرسه ولكن نتوما اللي طلعتو بزاف السقف بغيتو تقريو وديرو ولكن كلمه خويا عمرو ما يسمعها في حياته غيتحرم منها والنهار اللي انت ولا مو غادي تلا بكم ولا لا قدر الله وقع شي حاجه راه الا كان على برا قرا راه بقيتي عرضه للضياع بمعنى ما كاينش هذاك الشيء. انا نسولكم سي رشيد على مجموعه من القيم يمكن اللي افتقدناها وبزاف الاسر ما بقاوش محافظين عليها وقول لي في نظركم شنو المغزى من هذه القيم هذو واش حتى نتوما كتعلموهم للابناء ديالكم مثلا شنو المغزى من القيمه ديال صله الرحم اهم حاجه فيها شنو هي؟ لا وانا هضرت كنت صغيره صح شوف صله الرحم هي ربي ما جاش وعطاها واحد القيمه كبيره وقال لك اللي قطع صله الرحم راه بحال اللي قطعني لانه صله الرحم كتخلي هذيك الاخوه تكون كتخلي انه غتحليه مشكل كتخلي انه كيكون غضبان عليك وكتهز التليفون ولا كتجي عنده وكيبرد كتعرف الظروف ديالو انا عندي حتى من العائله ديالي راه كاين اللي ملي كنعيط له كيبدا يتشكى وكيقول وانت فنان الوغ كو انا الوحيد اللي كنهز الوالدين ديالي وكنمشي في الطوموبيل حيت ما كنبداش اللوم اللي كيدير صله الرحم ما كيبقاش يقول الناس علاش خذ للناس اعذار ولكن صله الرحم هي اللي كتعطيك الحياه هي اللي كتعطيك المجتمع نعم الحقيقي. من بين القيم غنسول سي هشام بين القيم اللي نبغي نسولك عليها هي ثقافه الاعتراف اي درجه مهمه ثقافه الاعتراف طبيعه الحال ثقافه الاعتراف كتعلم فينا الصدق ولكننا صادقين غنكونوا متصالحين حيت علاش حنا حيت الوالد حنا حلينا عينينا على الوالد ديالي جده كبرات وساكنين في السانكيام ايطاج ملي كتكون مريضه كيهزها حيت في البدايه ديالو فاش ما كانش عنده حتى هي وقفت معاه دايو حنا كنا كنهضروا قبيله جدي بجوج بيهم تقريبا كلهم ماتوا في الرباط حيت الوالد والده هو هز ديال امي وامي هزت ديال با حتى الاب حنا الا كبرنا في هذه الصوره شنو كتوقع منا؟ غتوقع منا حتى حنا غنديروا بالمثل المساله ديال ثقافه الاعتراف ولات عندنا قاعده حتى حنا دينا واحد الجروب ومي كيدير شي واحد شي حاجه مثلا غير بيني وبين رشيد دارت شي حاجه زوينه كنكتب له شكرا اخي على هذا العمل شكرا كتلقى خوتي كلهم كيردوا عليه ها انا وريتهم رشيد دافيه واحد لوجيست انا كنرد عليه اهم شيء هو نعترفوا بالشيء لا
وحاجه اخرى اسمح لي نزيد غير هذه النقطه، هو كتشجع هذاك اللي كيدير العمل حاجه خير، كيقول لك راه اعترف به، ماشي كيقول ما فيهم خير دير معاهم تتعياو في الاخرين كروك. انت حرمتي واحد اخر هذه القضيه بحالاش، بحال لما ما كتردش الكريدي كتشوف شي واحد صاحبك ولا اللي كان ولا من العائله ولا محتاج 1000 2000 درهم 400 درهم 100 درهم كتعطيها له باش يفك، النهار اللي كي هذا ما كيردهالكش، هو شنو دار؟ راه حرم وحدين اخرين، لانه الا عطاها لك غتعطيها لهذا ومره اخرى غيردها لك وتعتق بها الاخر، هو لا كتحبس عنده، كيحبس عنده الخير هذاك الاول كتحبس عنده. بالقيم ايضا نتكلموا عليها هي حسن المعامله. راه حنا الوالد ديالي ملي حل لنا عينينا هو كيصبر لنا الحوايج، عرفتي علاش؟ حيت امي عندها واحد الحساسيه كيصبر الحوايج بيديه، با ميليتير وريفي تازي وعندو معروف في الحومه، مي ما عندوش عيب كيخرج للبالكو ويصبر لنا حوايجنا باش امي ما تقيش يديها في الماء وباش ما طراش ليها هذيك الحساسيه. با امي كتنعس بتمره في النهار باكثر من ثلاثه ولا اربعه الخمس اربعه المرات في النهار، في الليل كيدوز علينا ويغطينا عاد كيغطينا بالوقت. كيفاش كان واحد خويا رضوان عزيز عليه كينوض في الليل كيضرب واحد تحت الليل وكيخصو ياكل، كان كيمشي حتى كنعسو حنا كيوجد واحد البرير داتا وكيحطو وكيعرف باللي رضوان راه غادي ينوض في ثلاثة ولا أربعة الصباح وفين كيدير كينوض واش كيف كيدير لي ديكا شنو ولا كيديروا كيحطوا حدا الفراش، حنا كنا كنتستفوا بحال هكذا وكيحطوا حداه اش كيف ها كيديرها وفي هذيك كينوض كيحط الخبز كياكل كيضربوا اش كيف ملي كيبغيو يجفوا حتى كيسمعوا صراخ. لا وانتم الان مع الزوجات ديالكم واش كتعاونوا شي شويه يعني؟ لا والو لا بزاف لا كنعاون كتعاون لا كنعاون. صبنتي شي مره رشيد؟ لا انا كنصبن كنجفف كنصاوب كندير الفطور ملي كيجيو عندي الناس صحابي الان انا كنسر بهم ولكن كندير الغداء بمعنى كنخرج شنو يدار انا جادور يلفو ايمي شتي راه متعه. هذاك الراجل كيبغي يدير هكذا ويتبع غير ماتش الكره راه كيحرم راسه متعه كبيره سوف الا ما كان كيعرفش ولا مراته كتجري عليه كتقول له خرج هكا تهرس لي المعين. لا انا اكثر من ذلك وعندي صور اللي يمكنش بغيت نحطهم صورتني الزوجه ديالي انا كنحمل داك التحمال اللي كانوا كدير لنا الوالده وليداتي الصغار كندير داك المنديل وكان مي ما كيبغيش وكنحمل كان عندك العصير دابا غيبقى يقولوا لك التحمال. ولكن كنقولوها فتي تبارك الله على ديك العصير شنو خصك مع العصير سي هشام جاوب عطي ديك العصير خلاص ها هو دابا تنساوها وتتفكر قال لي تنساوها عاد فكرتها رشيد لك كل شيء مول العصير والله شتي انا راه بعض الخطرات كنفكركم هذه كيديروا بزاف طرولات بزاف كاع انا ما استغليتهاش كنت ندير شي مشروع سميتو مول العصير والله تدير لا باس بالله هذه مستملحه من واحد الفيلم ديال ولد مو خدا واحد اللقطه من واحد الفيلم وخدوا داك الموديل اللي كان ديك الولد الشاب اللي كيتفلى على البنات ياك لا شوف كي كنت والله هذه راه باقي عندي دابا هذه راه 24 عام كوميم راه عمر كناخذوها في نطاق الضحك غندير معكم دابا واحد لو جو ديال انا ولا هو وغادي تحاولوا تجاوبوني بالزربه اوكي نبداو؟ يلا بسم الله. هشام ورشيد. وي. بصراحة شكون المعكاز فيكم؟ شنو دار هو؟ قال أنا وأنت قلتي أنا. حيت هادي يا غنعايرو يا غنعار الله ما نفضل نعاير راسي. اللهم فيا ولا فيا. أنا ماشي معكاز ولكن. حتى أنا ماشي معكاز. شكون أكثر واحد بونكشويال؟ هو شكون اللي كان مشاغب في الصغر؟ هذه ما فيها اش دار هو؟ درتي انا شكون اللي مرون في الدار؟ ما منظمش يعني كتعاون ولكن كنعاون ولكن كنرون بلا كتب هشام رشيد شكون العصبي فيكم؟ Ha ha ha.
رشيد كيفان جوستومون شوف لما كتجمع كتقول بونكتويال كيضبط الوقت كيبغي نلقى اوتوماتيكمون كيكون منيرفي كيتعصب حيت الا ما كانش النظام ولا تعطلتي عليا بجوج دقائق واخا نكون غادي للمطار نمشي بحالي ونخليك كتخلق لا ما نتسناش دونك سي اوتوماتيك شكون فيكم اللي كتوم سروف بير ما كيهضرش كتوم بجوجكم شكون العنيد فيكم العنيد العنيد بجوج ممتازه ما كاينش ريافه ما كاينش شكون المغامر فيكم يعني كيدخل شي حاجه ما مشغلوش في رشيد رشيد تاخذ مغامره ما كاينش لا ماشي غير المغامره مشغلوش في لي ديغا مهمين لا الهدف وهذا هو الميساج الا درتي هدف اوتوماتيكمون غتلقى المشاكل مين ما تجاوزتيهمش شوف اللي يدير فيلم على حسابه انتاج خاص واللي صاد السينما مسدودين والجمهور ما كيمشيش السينما ماشي هدف راه مغامره كبيره شكون الحنون فيكم اكثر واحد هذه ما تكذبوش عليا انتم تبارك الله كتجمعوا بزاف في مناسبات شكون الوكال فيكم هو قال هو انت قلتي هو لا انا ماشي اكل انا هو لا علاش قلت له هو عنده الواجب كل هذا لي الشهوات تيبغي دي هو عنده فطور لا حيت كاين فرق بين واحد كيبغي الشهوات وواحد وكال هو انا الا فطرت نقدر حتى العشاء هو عنده الفطور فطور غدا غدا كاسكروت كاسكروت عشاء عشاء سحور سحور الله يعطيك الصحه سحور تيتعفق شهر السحور كتنوض في الوقيته السحور السحور كان عندي مقدس لانه بغيت ندوزو لولادي هذاك الشيء اللي كنا كنعيشوه كان واخا صغار كيبارطاجيو معايا المهم ما كتقدرش عندها طونسيون واش كيفي هذاك الشيء اللي عشتو انا مع وليداتي كنت كنبغيهم انه ينوضوا معايا السحور ناكلوا اللي كان ولكن هذه واحد 50 6 سنين مع السكر وهذا وليت كناكل غير جوج ديال المرات في النهار ونقص بزاف الحوايج واخا شكون النقار فيكم انا هو قال انا وانا ندور علاش هادي هكا علاش هادي هكا انا هو دارك تنقول بزاف وي شوف كنكون مسافر وهذا ميساج علاش بغيت نقوله وكنجي وكنلقى ابتسام مرونه الدار ومخلوعين كلهم كيخملوا رشيد جاي رشيد جاي ومني كنجي فين كنمشي كنمشي الساروت فوق التلفازه وكنديرها وكنقول لهم بصباح انتم كتخدموا هذا انت رديت كنمشي للبلايص اللي ما يشوفوهمش وانا من بعد اكتشفت انني قلت ولي انا بغل وما يمكنش الناس داروا تمارا وهادشي كله وانا ملي كنجي كنشوف غير الخايب كيفي من بعد تقلبت وليت كنغمض عيني وكنجي نشجع واخا نشوف الغبره مادام داروا ليفور هادو من الاغلاط اللي كنديروا حنا الشباب كنبغيو نثبتوا راسنا وكل شيء يمشي منظم ولكن صعيبه لا هو لي ديتاي كان عقل واحد كان كيسافر وكيفصي ابتسام كيقول له ابتسام جبت لك الخضره طيبي للدراري الخضره ديري لهم لي سوب قالت لي صافي اشيغي وهذا كيمشي هو كديو المهم كديهم الاماكن اخرى ياكلوا واحد النهار حق بها هو يمشي للثلاجه ويشد الخضره ويوشمها بواحد الفتخ قال لها ابتسام كلاو الدراري لا سوب كلاو شي غير درت لهم فريد درت لهم هذا قال لها سي خويا يمشي للثلاجه ويقول لها هذه قال لي هاد الخضره فين مشيت ويا انا صافي كيقلب على اللي طيب دابا غادي تحاولوا تجاوبوني بلا هادوك ولكن غتجاوبوني في نفس الوقت اوكي غندير لكم هذه الحركه خصكم تجاوبوا في نفس الوقت اوكي شنو هي الاكله المفضله عند راسي سكسو لا تغش لا سكسو لا تغش لا اوكي لا سكسو مازال ما درتش عارف الاكله المفضله صافي كيش شنو هي الاكله اللي ما تاكلهاش هشام البصله شي حاجه فيها البصله البصله صفر صفر جحولي هاد الفقره جحولي هاد الفقره جاوبوني في نفس الوقت ومين يجاوب هو ما يطرح عليا السؤال عليه هو ما نجاوبش انا ياك لا نجاوبو قد لا قد انت تقولي ولكن نجاوبو قد قد يعني ملي نديرها قد تجاوبو من السوقي صح اوكي يلا العيد ميلاد ديال هشام
إنا نهار وإنا شهر وإنا عام بالضبط. الله عليك. قال لك الله اعلم. لا والو. عندك انت تقول الله اعلم. لا لا انا عارف انا عارف. لا التواريخ والو. لا انا عارف. عيد ميلاد ما عرفوش. شتي ديال مراتي كنا نخمم وكنسلت ونجبد كل مره لاكارت ناسيونال باش نشوف. ابتسام اخبار مهم. حساب من بعد. ما عنديش مع الارقام. بصح عندك الارقام. وهاد الارقام هادو؟ لا والو الارقام. لا الارقام هادو؟ حتى هما ما عنديش معاهم. والله العظيم. والله. واخا. أول كاشي خداه رشيد الولي في المسيرة ديالو الفنية شحال كان؟ بلاتي غتجاوبو بدقة واحدة. حال جوج ثلاثة 70 درهم. أه 70 درهم. لا في المسيرة. لا لا في المسيرة ديال الفنية. سحب السينما 70 درهم. 70 درهم. فين كان هذا؟ ثلاث شهور ديال المسرح وأنا كنريبيتي في مسرح محمد الخامس. ونهار اللي جات هذاك الشيء فرقوا وجاتني 70 درهم وبغيت نفرقها مع الدار. شنو غنعطيهم؟ شريت الحلوى الكيلو وفرقت معاهم ثلاث شهور باش كل شيء يذوق مع من الحلوى ديالي. ها هو يا خويا راه باش توصل خصك تقبل. انا طلعت النيبوشي شويه. انا 3760 ريال حيت كنا مجموعه الممثلين وكيتقسم بيناتنا وكتجينا في كل عرض الثمن 3760 ريال. واخا اول مسرحيه دارها هشام الوالي شارك فيها مع عباس ابراهيم. ما عقلتش ما عقلتش. اول مسرحيه محاكمه سقراط وعوضته هو. شنو درتي؟ عوضتيه هو. انا كنت كندير محافظه ودايرين جوله كندير المحافظه العامه في المسرحيه وهي محاكمه سقراط. هو كان لعب الدور ديال افلاطون مع الفنان الكبير نبيل الحلواني الله يذكره بخير. وانا بقوه ما كيعجبني المسرح كنجلس وحفظت الدور ديالو. جاه الفيلم ديال مكتوب فرصه ديال حياته. اعتذر الفرقه دايره جوله. واحد المره واحد النهار نبي الحلو كان غيتسطى واحد لقيته وانا نبان ليه. قال لي اجي هشام واش تقدر دير؟ قلت له اه. قال لي حافظ. قلت له حافظ. قال لي قول لي الحوار. قلت له الحوار باللغه العربيه الفصحى. قلت له ويقول لي اش دير؟ لعب معنا. لعبت انا ذاك العرض وانا مكمل المسرحيه ومن ثم بدات. هذيك البدايه ديالك. هذيك المره نطلع على الخشب هذا المسرح وباقي عاقل على الدور لحد الان من 96 الان بالتفاصيل بالسموكينغ وهذا وكملت المسرحيه. شحال الان المسيره الفنيه ديالك فيها تقريبا؟ شحال دابا عندي؟ المسيره الفنيه 26 عام. 26 عام كومان. هذاك اول عرض كان في 96 في موغادور في مراكش. ايوه حسين فين ماشي؟ حسكت اسكت عيطوا لي. عيطوا لك شنو عملتي عاود؟ هيدا غتبقى طالع حابط من المحاكم. لا يا ودي ماشي الكوميساري. عيطوا لي في البرنامج رشيد شو. عيط لك رشيد شو؟ اه. عيط لك ليلك؟ اه. حسين خصني نمشي معاك انا وياك على رجلين عند رشيد شو. علاش ما عيطليش ليلي يا الحسين؟ حتى نمشي انا ونقول له الله يرحم باباك الصفيه. الله يرحم باباك. نمشي عنده انا ونقول له يعيط لك وندوزو لك. لا انا خصني هو يعيط لي. صفيه ما كدحش مشي خصك يعيط لك الراجل براني. رشيد شو ماشي براني يكون جمعه معنا في الدار. هو راس العام وجان عندنا كيجي عندنا اكثر من اللي كيجي باباك. انا ماشي ندوس في التلفازه. لا شني عنت لك التلفازه غتهرس الحسين الله يهديك. لا ماشي ندوس في البرنامج. رشيد شو كيعرف الفنانه باش يشريو من عندي هذا القطعة هذا الارض. الفنانه غيشريو من عندك الارض بهاد الظروف الحسين. فنانة غيشريو من عندك الارض. ولا ما شراوهاش الفنانه رشيد شو يعمل لها الاشهار؟ رشيد شو غيعمل لك الاشهار من الارض. غيطلب لك الثمن اكثر من الارض. اعطيه الارض. اعطيه الارض انا ندبر له الشاري. ويا صفية عندك الشاري الله يرحم بابك باش يقول لك عندك الشاري وما تقولهاش. العيد عمي غيشريها من عندي يا الحسين. والله لا داها هذيك الارض ورتا بابا وبابا ورتا على جدي وجدي ورتا على بابا. والله يا بابا لا داها. ياك يا مشي معايا عند العدل. مشي معايا عند العدل يكتب لي الارض يطلقني الحسين. وبلاتي نقول عند رشيد شو ديك الساعه نمشيو عند العدل الصافيه. واخا ياك تكتب لي الارض. لا نطلقك. شو ما عليك الحسين. شكرا. برافو عليك. شكرا حسين. كتعرف هذا؟ سا
سي راشد كيف انتينا لاباس؟ الله يرحم يمك اخاك. كيف انتينا مزيان؟ علاش ما كنتيش كطلع عندنا من الشمال؟ كان طلع الصافيه بالحق يمك ما خلاتنيش. لا دابا رجعت مع منانه اجن عندي. حق ربي الحبيب. ايوا سلمني عليها. شكرا ربي يخليكم بعضكم الله يحفظكم. الله يرحم يمك. الله يحجبكم. الله يرحم يمك. انا اديت الارض. اديت الارض. صاف. بالصحة اخاي. قلت العياشي. ومن تعمل الزردة عيط لي ضروري عيط لي انا بخاي صافي يا سيش وسيمتي قرب بحب جدا الله يرحم يمك برافو عليك كمان الحلوة الصافية من لي سيغيل اللي كلاسيكيات كبيرة وتبعوا من الناس بزاف. وتحية بهذه المناسبة لعبد الرحمن التازي مخرج مبدع ديال هذا لا سيري وصديقتي سامية عقريو اللي هذا الكوبل تخلق حيت هي كانت معنا في البروجي زعما برافو. وعرفت أيضا بأنه يعني عندكم أصول شمالية أنتم الأب ديالكم ريفي من نواحي تازة. نعم. والام ديالكم بالضبط منين في الشمال؟ من تلامبوط. وتلاقات هي والوالي في بوع الرقيه في طنجه. في الشمال. بالضبط من تقريبا الشاوي. تمام. غندير معكم واحد الاختبار ديال الكلمات الشماليه وخصكم تعرفوا المعنى ديالهم بالضبط بالدارجه. يلا وانا نعطيكم العكس. اوكي يلا. ثلاجه. نيبيرا. 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 صايا. جوبا جوبا فالدا كاين اللي كيقول الفالدا كلهاش كيقول اوكي المعن القشع مقسات والو ما يدير خزو جعده 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 خيلي العام دخيه دخيه هي طوبيس ترامبيه جلبانه جلبان عندها واحد السميه تشي تشي لا ما تشي شارلو تشي شارلو لا ما عرفت الروبيني الكريفي كريفو 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 هذه سهله افحم افحم هادو شنو هما افحم النضاده لا الشمالي معروف هادو نضاده كفات كفات الكفات عندك الصح إلا بغيت نقول لك صيفط لي ولا صيفط لي الفلوس شنو نقول لك سرد لي سرد لي اخاي ديالي ما عنديش سرد لي الله يرحمك مادام هضرنا على الشماليه انا ما كرهتش اليوم هضرنا على الشماليه هضرنا على الام شنو ممكن تهدي كاغنيه ونعطيك هذا التحدي انك تغني اليوم رشيد وكذلك الهجام هو يغني لنا شي حاجه شنو تغني للام بالشمالية شوف دي. انا كان في العيد ملي كيكون العيد ليله العيد كنت كنسهر مع الوالده من بعد الصلاه ديال الفجر الوالده كتجلس في الكوزينه وكتسرح هكذا وكتجيب كتصاوب توجد لنا الرغايف وكان الحلوى ديال الغراف كيعرفوا الغراف ديال وانا كنت كنصاوب من تما تعلمت بديت كندير هادشي ديال الرغايف وكانت سبحان الله كتبدا تغني وفيما كتغني كتبكي وكانت عزيزه على واحد الاغنيه ديال هذه اللي غنغني لك دابا وندير ان اوماج المهم تي الحبيبه كانت كتغني على واحد الراجل اللي جاب على مراته بالضره وكتبدا تبكي كنقول لها امي واش كتبكي كتقول لي واش جاب لها الضره كنقول لها ولكن راه جاب ليها ماشي جاب ليك انت عايشه مزيان انا لا لا يما عرفي يلا سير يلا لا لا يما للا يما الحبيبه يما ابابا جاب الدره دخلها الدار ابابا جاب الدره دخلها الدار للا يما الحبيبه يما للا يما الحبيبه يما ابابا جاب الدره دخلها الدار جاب الدرة دخلها الدار عقلي تلف وعيت ما نفكر عقلي تيف أيما وعيت ما نفكر
على اللايم اش ندير رعيت ما نصبر واخا على اللايم اش ندير رعيت ما نصبر دخلها الدار واخا أبا بعزب الدرة دخلها الدار ما كانش المدونة ديك الساعة كان كيبغي يدير ما بغى وشكرا لكم حافظينها ما عندي ما نسالكم تصفيقات على الجوق ديالنا وسمعت حتى هشام كيغني شوية قالوا لي شي ناس مقربين أنه كيدندن بزاف لي تورناج كيغني سيرتو الراي لا عزيز شويه الله واليوم بغيت نعطيه تحدي غني لنا الراي اش بالكم اش سمعنا سيشن هو في الوقيته اللي كنت في المحترف في المسرحي كنت في النهار كندير المسرح ودرت واحد المشروع اللي هو محل ديال الكاسيت كنتي كتبيع الكاسيت كنبيع الكاسيت ولي سي دي وداك الوقيته ما كانش سي دي وكان كان الناس كيجيو عندي لي جون كينسجل لهم الاغاني في داك الكاسيت 12 اغنيه 11 اغنيه منوعات وكان وبالليل كنخدم بالليل كنسهر بالليل كندخل المحل وكنجبد الكاسيت تما بديت كنسمع الحسني نصرو الشاب خالد مامي ولصقات فيا داك شويه ديال الراي فواحد المرحله في حياتي انا نطلب لك دابا تعطيني شي حاجه قديمه ديال الحسني حسني نرجعك نرجعوا الناس ايضا للزمن الجميل كاين بزاف ديال الشباب انا نمشي لك انا حتى انا كبرت على حسني في المراهقه وديك الشيء اشنو تغني لحسني؟ نعطي ان اوماج المغربي ديالنا اللي هو الشاب اعرب اللي حتى حنا كان عندنا راي صحيح وقوي ونمشي لحسني غير مقطع صغير وقبلوا علينا قول هذيك الدخله في خاطر الخاطر في خاطر الخواطر غير ما عنده خاطر ديسكو رشيد العلالي تقدم سامي شر ويا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويل يا ولي ما عنده ظهر والله ما عنده والو يا هايا يا والناس تبكي على ليام وانا نفرح على رشيد اللي عندي ياه والله تا عندي يتسم الحب وقطعت لياس وزاد الهم عليا زيد نزورك يا ولد الناس ربيتي العمر بيا قطعت همي وعرفت اللي فات قلت لك انت اللي بيا عجبتيني وعجبوني عينيك درت يديك في يديا طال غيابك غزالي راكي طولتي في الغربة شدك الحب دلالي عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا رشيد راكي طولتي في الغربة شدك الحب دلالي عليا وعلاش الغضبة واللي بيني وبينها ويا سر كبير مخبي واللي بيني وبينها ويا يعلم به ربي اللي بيني وبينها ويا سر كبير مخبي يلي بيني وبينها ويا يا علم به سيدي ربي يا برافو هذه ميتسالك يعطيك الصحة المهم حنا دايزين وصال غادي نكملوا في هذا الجو نديروا شي فريق الشاب هشام ودير في خاطر زينه وملاك وهذه في خاطر الكبيده ديالي زينه وملاك ومحمد غالي الله يخليهم لك امين الله يخليهم لك غادي نكملوا في هذا الجو ديال النشاط والفرحه غادي نشوفوا واحد لو سكتش ونتلاقاو مع هشام ورشيد يا مرابط قاش دور واش دير لا كره زيد ديبلاسي لوزا خويا هاي الكره مشي لوزا ولوزا لوزا ولو تبي تقول لوزا هذا واش ما بكليش ولا ما انا غندخل لك هاي الكره مشي هاي ديبلاسي سير مرابط جيبها هاي برقوق خويا لا برقوق برقوق
تدخل جا لك جا دارش جد وانت ما قبلش مبيه ويشرب ماء هذا خسوني لي تحت جيبني وتدخل حكم حمراء هتريها ما هرسوا لنا الوزن هذا مش خنديرو باك الوزن دادرو مكسبو واش عسيبو بيأملو تدخل نعت الله وليدي ما يبسكو لا سكون الطفل داخل عم بلا الاسكورة ما قيسي داخل عم اهيب اليوم جيبنا تاجي لا لوزة هذا راه غندخل البوفاي ارجع جميع هذا قلنا اللي بجيبوا لنا اللعابه جيبوا لنا القضيه ديال الشهر هلوزها مرقوق واللي مهم ما جابوش الهم وابو فهد تشاد فهد راه غندخل غندخل برك ليه هنا رشيد وهشام غادي نسولكم واحد الاسئله خصكم تجاوبوني في اقل من خمسه ديال الثواني السؤال الاول رشيد اها انت كتعطي الانطلاق ولا كتسالي الانطلاق دونك غنبداو من دابا الكرونو يلا أعطيني الاسم ديال ثلاثة الأشخاص مهمين في حياتك. معيشة، بابو جمعة، ابتسام، شكرا، مراتي. هشام، أعطيني شحال درت؟ درتي أربعة توان. شتي. هشام، أعطيني ثلاثة ديال الحوايج ضروري ديرهم في نهارك. الصلاة، نشوف الوالدين، نتفرج. رشيد. كون قلتي لي أنا نقول لك نقير. رشيد، وصف لي راسك في ثلاثة ديال الكلمات. العزيمة، الفن والإصرار. هشام، ثلاثة ديال الرواد عزاز عليك. فاطمة الركراكي، حمد عمور، عيشة مهما. محجوب الرشيد، عيشة مهما، وي. كنعاون. رشيد، أنت اللي ما عندكش مع الأرقام، ثلاثة ديال التواريخ مهمة في حياتك. 85 دخلت المسرح، 96 تزوجت، 97 3 زادوا ولادي بجوج. هشام، ثلاثة ديال الديفوات فيك. بزاف. ما كنغضبش بزاف، وكنصبر بزاف، وكنعيا بزاف. كنعيا مي كنصبر. رشيد، ثلاثة ديال العادات كتقول خصني نتخلى عليهم. نكير، العجز. ندير السكر زعما باش نحارب السكر ونبقى نسلف سي بون مشات لك خمسه ثواني هذه الاخره كاع ما سمعتش حيد ثلاثه ديال الاغاني المفضله عندك يا الغادي في الطوموبيل واللي بيني وبينها هويا واغنيه جو داسان ديال سالاد ساكن سالاد كطير يا خويا في اغانيك ثلاثه ديال احسن الاعمال بالنسبه لك ديالك على القلده المستضعفون كسر الحمام بارك الله عليكم تصفيقة حرة رشيد هشام غادي نعطيكم بعض الصور وتعطيوني عليها تعليق اوكي هادو الحبيبات ديالي هادي ملك روحي البنية الأولى ديالي الاسم ديالها ملك روحي لا أنا مسميها هي ملك وأنا مسميها روحي كلهم عندهم أسماء ثنائية وزينة حياتي وكاين محمد الغالي على قلبي ملك أول اسم ديال البابا سمعته في حياتي والحنان ديال العالم كيعطيوه ليا وزينة وعندك ابن باش ما نساوش محمد الغالي محمد الغالي الغالي ماشي عليا تاع على رشيد وغاليين عليه كلهم كلهم هادي مي 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 عيشة باقا صغيرة وهزة هذاك هشام هذا أنا تصويره بلوين واه هذه اغلى قديم مع راسك لا قديم واللي زوينه تقاد في استوديو الشباب تحيه لي راه باقي في العكال باقي الان عند استوديو ما تبقى باقي استوديو الشباب نابو فوتو ديال امي بالنقاب وهذاك الشيء ومني بغات التصويره حيدت ما بقاش دابا هاد الصوره هذه المراه بهذا النقاب التقليدي شتي هاد السيده شتي نقولوا فيها اللي تقال هاد السيده ام ثمانيه ديال الوليدات كانت جده معانا وجوج ولاد عمي كيقراو معانا وبوحده في الدار وهزاتنا وقراتنا تبارك الله كانت كتمشي السوق حدانا وكتمشي المارشي الكبير كتضرب مسافه واحد هزه معاها باش تشيط 10 ريال 20 ريال باش تشيط باش نكونوا مزيانين وقفات معانا وباقي لحد الان ما تتنعش
الا قلنا ما عرفتناش دخلنا واش كنا بخير ولا ماشي بخير. وبا كان فيه واحد الله يخليها لكم يتوفى مريض، وبا كان فيه واحد الخاصيه ما نقولش ديفو، هو كان في المستشفى العسكري ومني كيكون خارج كيلقى الناس جالسين على برا والليل خرج مع الستة العشيه وكيسول مالك لا لا مالك، كيقولوا له ما عندناش فين باز واحد الناس كيجيو من بعيد وما واش كاين شي وطايل كاين شي حاجه، كيقول لهم لا قبلتوا عليا اجيو عندي لداري. كيف حنا كنا ديجا 8 حتى 11 مع جده وكان ديما كيجي الضيف وعمرها ما وقفات باش تقول له واش انا تقهرت بالضياف، ديما الماكله كدار لهم ولا شاط والبركه كتكون حاضره والبركه كتكون طبيعي الحال. هلا الله يحفظهم رشيد. اكثر فنان كيسرع السلفيات تبارك الله، وانت دائما كتقتسم هذا الشيء مع الجمهور ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي، وانت تريد اكتيف في انستغرام بزاف يعني دائما تبارك الله، حيت خصنا نشاركوا القيم نشاركوا اشياء، هذه هي الاشياء الحقيقيه. الهدف من هذه بارطاج هذا بالضبط، نحن هذو هما القيم، بمعنى ما تنساش ماشي انت في لي ريستورون انت معت فين انت في دي زوتيل، ولكن ها هما النجوم الحقيقيين. انا نهار اللي عطاني سيدنا الله ينصرو الوسام ديال الوسام الملكي، اول ما جيت نقدمه قدمته قبل ما نلبسو انا قدمته للوالد ديالي، حيت هو اللي يستاهلوا، هو اللي واخا ما قاريش قراني واخا ما كانش عنده الامكانيات كان كيبقى معايا في المستشفيات، وانا كنت حتى 14 عام 13 14 عام وانا في السبيطار وما عمره قال لا، هو اللي سمح لي باش ندير التمثيل واخا قال الحمد لله اللي عاش ما عمره، وعلى ايبورتون كان الوالد ديالي ريفي هو اللي عطاني المبادئ اللي انا اليوم عندي. الحمد لله كنعيطوا له الجنرال في الدار، هو خرج شارجون شيف، ولكن عنده واحد القلب ديال كيعطي بدون حساب. تحيه لهم. وهذا السيد هذا الرجل العظيم باقي لحد الان الى خرج كيشري لنا الحوايج، باقي لحد الان كيشري الرشيد كيقول لك هاد التريكو، كيشري كل واحد فينا باقي كيشري تيقول لك هاد التريكو من يجي رشيد غيجي معاه، ورشيد كياخذو كيقول له شوف ولدي هاد التريكو الا لعبتيه في شي عمل غيعطيه، ورشيد كيحقق له ذاك الرغبه ديالو كيلبس له حوايجه اللي كيشري. كاين افلام دابا نجبدهم كنقول لك هذا شرا كنقول له تسنى كيشوف التريكو كيفرح كيكون عيا كيفرح، هذا شريته 30 درهم كان طلب لي 50 درهم ولكن جميل. بقيت معاه مشيت وجيت ومشيت وجيت قلت له 30 درهم نعطيك وصوبته هذا. وحاجه اخرى سيكو الا عطاك باك شي حاجه مهما تكون ربما تكون انت مستوى اكبر مما عمرك تردا في وجهه، بين باللي راه الاختيار ديالو زوين ماشي وانتم موضه قديمه واش انا غنلبس هذا، فهمتي؟ برافو عليك. وهذه رساله للشباب خصوصا لان الشاب خصوصا فتره المراهقه كيبدا شويه بعض المرات كيجي يحس براسو كبر كيبدا يتنفخ شويه على الوالدين ديالو، كيبدا بعد ما تيرفض شي حوايج وما ترضاش، يعني هذه رساله قويه منك الان وصلتي تبارك الله الحمد لله وليداتك تبارك الله ومازال كتقبل ان والديك يعطوك هديه كيف ما كانت القيمه ديالها خصك تفرح بها. الحمد لله الحمد لله ويستاهلوا لانهم هنا واخا يكونوا كيف ما كانوا ما كتقول لهم نديروا التصويره كيسولوا فيكم الناس كيديروا معكم كيديروا لو سوغيغ كيصوروا معك وكتفرح وكتفكر انت باللي راه انت لا شيء بدون هذوك الناس، لانهم انا دوزت بزاف ديال الامراض ما كانش الامكانيات اللي كاينه اليوم، وكانت فاتحه انا على داك الشيء ما كنشمش الكارو، الوالد هزني عنده عامين ونص والدم كيسيل وكيقولوا له غيموت غيموت، مشى عند الطبيب سنا غوت عليه قال له خرجوا راه ما غيموت اللهم يموت في الدار، قال له سنين قال له قليل شحال النسبه؟ قال له 4%، قال له سنينك وسنا على 4% وها 4% شنو عطات اليوم؟ لذلك كنقولوا للناس اعطيوا للناس الامل، الامل راه فابور ما تمشيش وتقول له خروج ولا اعطيه الامان ان شاء الله تبرى، وكاين معجزات كيتحققوا بالاراده والاصرار ديال الناس كيمكن نحققوا معجزات، وانا استغفر الله العظيم واحد منهم، كان يمكن لي ما نكون لا شيء ولا هذا ولا معاق في شي بلاصه ولا هذا، وان كانت الاعاقه تاي من عند الله، ولكن الحمد لله لذلك هما تاج هما تاج الحمد لله. هادي ما عرفتش الجاره ما عرفتش راداره مرحبا الله يبارك فيك مرحبا بوليدي رشيد ورشيد وهشام ديديكاف من امكم الحاجه الله يحفظك والله الا فرحت منين شفتكم الله هيا طقرات وليات الجاره عندك وناري شحال فيها تاع التبرقيق وغا البارح
تشهيت واحد المقيله ديال النقانيق. يلا هنا باش نطيبها لحت هكا البصله تشحر حتى جات جري عندي دق 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 دق. مشيت نجري حليت عاد قالت لي عاد قياس كاع مقيله النقانيق ديالك تحرقت. ها ويلي رشيد والوالي واش وليدي هذه جاره ولا سلوقي؟ يا واحد السلام عليكم. الله يعمرها دار. عرفتي المعقول جاري لها في الدم. واتي عسل مي عسل من موح موح. درتك يا الصقعه والله الا عمرك طويل عندك تريبي على الحفله. يلا كداويه معاك مع وليداتي. قلت لهم الله يعمرها دار ياك وليدي رشيد الوالي التملف بالمحاكم وما تكذبش. قول لي هاوليك تقول لي هضرات فيك بهذاك الشيء اللي فيك وراك حاز زعما كتكذب. يا ويلي وهذا اللي خرب بلادي وانا اللي عارفاه. وهذا راه قبل ما تعطس كنقولها رحمك الله. لا بنت الاصل انا راه بنت الخير فين ما نطيب شي شهيوه تمو الخير نعمر له واحد طبسيل ديال الطوس ها ونعطيه لجارتك. هذا طبسيل طوس ب 86 ما جبداتش باش كيحسبوك عاب البحق والفوحان الخاوي وها ها ها ويخصب فمه بسبعة المرات وهي في الاخر مع الشعاب النقانيق. النقانيق عندك في امم وليدي رشيد. انت مالك ديما تزبلها معايا؟ اش درت؟ وديك الساعه حلمني قلت لك يا جاي وليدي رشيد الوالي وهشام الوالي ها ونوجد لهم واحد الطاوله ديال الفطور انا وجارتي ونصايب ليهم واحد البرمه ديال الحريره ونكثر ليهم الكاياس. عزيز عليك الكاياس العزيز ماق لي ودوك البريوات الحلوين تا هما كيجيبهم ليا الوالد. يا سلام يا ويلي ياك الطبيب قال لك بعدي من السطر يا ويلي راه مره مره ماشي ديما. وليدي رشيد الوالي. نعم وليدي هشام. لا لا الفطور ان شاء الله عدي. لا عدي انا خلي الناس يفطروا عدي. كل واحد غيمشي عند وحده. قلت لك عدي راه كتشربوا حد وشويه كايلاشيها ما نبغيش نبقى نتلاج معاه. استغفر الله ان شاء الله غتفطروا عند جارتي وليدي رشيد. حيد منك هذيك القاعده ديال تخلويد تبقى تخلودني انا وجارتي. لا انا وياها قلت شي حاجه سي رشيد. لا لا ما كاع والو انا ما قلتش قلت لي نفس السلوكه وليدي رشيد. لا وما سولتوش بعدا شنو كيعجبو بعدا في الفطور. اش بغيتي وليدي نوجدك سير بغيت لك السر وليدي الحريره تشربها. نشربها ولكن بلا كياس. بلا كياس بلا كياس عروه من الفوق تا وحيدي ما تحرضي. وانت وليدي هشام انا الطرطيه الطرطيه هذه من هذيك الخبز المعمره. هذاك البطاطا مسلوقه في عليها البيض كيديروها في الشمال. ها تحكي الناس الشمال نوجد لوليدي. مرحبا بكم. اخبارك اخبارك هشام كي كيطيب واحد المعقوده. عرفتي المعقوده؟ اي عرفتها. شنو هي المعقوده؟ بطاطا معقده. مالها؟ معقده. معقده هي هذيك معقده. ما قد نفس عطيهم انا بصح تي طيب واحد المعقوده بنينه. انا بغيت يعطي الناس الوصفه. اسهل اسهل اكلات توجدها جوج بطاطات ثلاثه كتسلقهم ما تخليهمش يطيبوا بزاف. بعد كت بالفرشاطه تاعكم بالهذا ودير فيهم لقامه. من بعد كتشري لقامه لقامه قزبور معدنوس لبزار تحميره حمراء والثومه. اييه خلط مزيان سيرتو الثومه كتعطي البنة. كيفاش كتخلطهم؟ كتخلطهم بيديك. لا خص يكون داك الشيء وكتعرض عليا تقول لي شي يكون عندك كي كدير لهم. لا والله الا ما خدمتيها به شتي كيحماق عليها رشيد اخوتي كلهم كيحماقوا عليها. من بعد كدير الطحين تكب عليه شويه الماء والخميره ديال العجينه وكتحرك مزيان وكتغطيهم بواحد السلوفان وكتخلي العجينه تطلع. من بعد كديرها كويرات وكي جاتكم الحداقه غتجي طيب عاد يا وليدي غتجي جمع لي وكا قال الحاج راه الدلاو جمع 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 مرحبا بكم كاملين غنتسناوكم في الفطور. الله يحفظكم صافي يلا دوزو بخير. سلام سلام الله يعاون ما شاء الله ما شاء الله بارك الله عليكم. الله يحفظك. دابا حنا كنهضروا هي ضحكنا وقالت فيها وقالت فيها ولكن اللي افتقدناه هما هاد الجارات. شي وحده كتعطي لي شي وحده وحده واخا هذا كاين اللي كيبغي يسميه هنا ميما ولكن في هاد الحالات سوفون ما كيبغيوش يقولوا يجرحوا بعضياتهم فكتقول للجاره الاخرى باش توصل ليها الحوايج اللي ماشي هما هذوك. ولكن الا كانت شي موت ولا كانت شي حاجه في الحومه كلهم كينوضوا وكيتجمعوا وكيتعاونوا وهاد الحوايج ما بقاش. دابا كتهضر في السانسور ما كيقول لك السلام عليكم. وانت من بين الاعمال اللي اشتغلت فيها بجوج مسلسل ناس الحومه. اذا سولتكم شنو هما الاشياء الجميله اللي افتقدناهم في الحومه؟ الحومه بالمفهوم ديالها المغربي الشعبي. هو حق ديال الجوره نخليه هشام يهضر. لا 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 يقول قول لا تقريبا نفس هذا. افتقدنا الجار والجار كان فيه كل شيء. فيه العائله فيه الاب لربما الا كان مسافر فيه الام الا كانت خارجه كتحن عليك
مين افتقدنا ذاك الجار بصح اللي كيتبناك ما بقيناش عندنا الجيران ولكن حنا غرباء دابا بمعنى كنا في دارنا عائله صغيره ولكن في الحومه كلها عائله عائله وحده كتمشي للسبيطار كتخلي ولادك مع الجاره كتمشي كتساروت كتخلي المول الحانوت وكيجي الولد من المدرسه كيدوز عند المول الحانوت ما عندوش فلوس كياخذ الكومير وفروماج وشي حاجه وكيمشي باش ياكل بواط السردين كي انت الا شتي ولد الحومه كيدير شي حاجه كتجرلو ودنو ولا ما ديرش هاد الحوايج علاش كتلعب في الشانطي دخل وما كان حتى واحد كيهضر معاك اليوم لا هادي مسؤوليه ما كتفرقش كتدار بشكل اعتباطي طبيعي طبيعي ثقه ان ولادك هما ولادي واللي ضرهم غادي يضرني وكبرنا هكذا ماشي دابا يبداو يجيو يفلسفوا عنا وناخذوا الموديل الاوروبي الاوروبي راه ما كون نجحوا ما يوصلوش انهم يبداو مع شنو يديروا باش يكونوا هاد العائله تفرقات العائلات تفرقات راه ما يمكنش تجمعها نحافظوا على كرم وخصوصيتنا حنا كمجتمع خصها تبقى هاد الحويجه بحال اللي قلنا قبيله على دور العجزه وغيرها يبقى هاد الشيء حنا مثلا في انا عقلت في انا دابا تبدلات المسائل يعني فاش كنت مع الوالدين كنسكن معاهم وانا صغير الجيران كيدخلوا علينا ياخذوا الملحه تقادت لهم الخبز ولا الزيت ولا اي حاجه وكذلك حنا يعني كانت هذه القضيه القديمه ما بقاتش دابا ولكن يمكن لينا نديروها ها هو السي رشيد غيقول لك انا يلاه سكنت في واحد الدار اول ما درت دقيت على الجيران ديالي وعرضت عليهم باقي يلاه كنرحل ثاني حاجه كرفصت لهم الدروج وطلبت منهم اعتذار وجبت صباغ وقلت لهم شنو اللون اللي تبغي نصبغ لكم الدروج داز مؤخرا عندي ولقاني عند واحد الجار وجا عندي حتى هو علاش مشيت عنده الزوجه ديالو مريضه شدينا واحد الطبيص ديال الحليوه ودخلت انا والمدام عنده بدي اولادي كيشوفوني كنديرها والجيران ديالي فهموا الطبيعه ديالي ولاو حتى هما كل شويه كيديروا معايا ديجا قبيله جايين وشديت شديت الساروت غنعطيه المول الحانوت باش تجي المدام ويقول لي يا رشيد ورا واخا رحلتي بقيتي قلت لي راه في واخا نمشي فين ما مشيت غنبقى هو داك هذاك العدد ديالي كتبقى هي هي نقول لك واحد الحاجه حنا سكنا في واحد الحي واحد اخر وناس وحدين اخرين ومجتمعات اخر افيك ابتسام الله يحفظها كندير واحد النهار في العام ملي كيكون الصيف الاولاد ديال الحومات كاملين والبنات كتخصص نهار للدراري باش يعوموا في لابيسين ونهار ديال البنات بالساندويتش بالتصاور بكل شيء بمعنى ديال الحومه ديالكم ديال الحومه اللي ما كيعرفوناش كيدخلوا للدار وكياكلوا ويشربوا كيفاش بغيتي انسان يحسدك ولا يكرهك ولا يلقى شي حاجه ديالك خارجه وما يردهاش ولا ينقص باش يسرقك ما يمكنش لانه تو بارطاج و تو كري هاد لو غيف تا هو كيقول شي نهار تا انا نقدر ندير هاد الحاجه هذاك الشيء اللي قلنا قبيله ان الانسان هاد الحويجات كيعاديو واللي ما كيعترفش بالخير وما كيبارطاجيش راه تكبر مكاره وحدين اخرين يكرهوا المجتمع ويكرهوا عليك فعود ما تكون انت قدوه تماما تبارك الله عليكم الله يحفظك رشيد وهشام غادي نرجعوا دابا لاسين مره اخرى غندير معكم واحد لو جو سميتو لو كويز 36 وفيه دو فاز فيه اون فاز دي كيستيون اون فاز ديال الموسيقى غادي نشوفوا الا بغيتوا ديروا معايا هذا الجو ديروا ولا ما ديروش بعدا الموسيقى غنفشل فيها الله المهم نشوفوا هذا الشيء كامل بعد الفصل هشام الوالي ورشيد الوالي في كويز 36 السلام عليكم هادو اسئله شويه كوراج غادي نشوفوا شكون فيكم غيطيح اليوم شويه اسئله اوكي اوكي اسم ديال فنان وفي نفس الوقت اله حاده ماهر موس ماهر موس ماهر اشنا هي الحاجة اللي كيفطروا بها الحضايا؟ حاجة كيفطروا بها؟ واحد الشوفان الشوفان برافو عليك اشنا هي الدولة الوحيدة اللي كيخبي فيها الاتحاد الأوروبي فلوسه؟ ولا ماشي بصح ولكن على حسب السمية ديالها ياك؟ المجر 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 داكور صعيبة زوينة شنو هي الحاجة اللي كتدخل الجميلة بالمعارف؟ هي بحال شوف هي راه بحال البلول بحال خد نجاح خد نجاح هي راه بحال بوتنجان ولكن ياخذ هذا اخوه واخا قول لي شكون هو الحيوان البحري اللي ديما معطل
الروطار. الروطار ديما جاي الروطار. علاش أستاذة ديال الفيزيك ما كتبغيش راجلها يتزوج عليها؟ حيت مرأة، أي مرأة ما كتبغيش. لا لا باش ما يجيبش عليها الضرة. الضرة الضرة. شوية هذه. شنو هي المدينة المغربية اللي ديما طالعة في التوندونس؟ المدينة المغربية طالعة في التوندونس وسميتها عندها علاقة بالبوز. بوزنيقة. 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 علاش الحنش كيمشي بالشوية؟ هذه سهلة. علاش الحنش كيمشي بالشوية؟ الحنش كيمشي بالشوية. علاش الحنش كيمشي بالشوية؟ علاش؟ حيت تعبان. صافي. حيت تعبان. لا لا هذه حلوة حلوة. هذه ستاج الأخر هذه معنا. علاش النمر ما تيعرفش يكذب؟ النمر؟ حيت النمر. علاش النمر ما كيعرفش يكذب؟ حيت منقط. حيت تايجر. 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 واي واي. إلا ما خلاوكش تدخل القسم، شكون هو الفنان الوحيد اللي ممكن يدخلك؟ رشيد الوالي. 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 تفيقات على ما بالكم. برافو عليكم. جواب صحيح. دابا غندوزو معكم لو تيست ديال الموسيقى، وغنعطيكم مقاطع ونشوف شكون الاول اللي غيجاوب على هذا. يلا سير. لا هو غيجاوب. يلا نسمعوا المقطع. ستي الحبايب. ستي الحبايب. ستي الحبايب. راه انت ديتينا كنتي تبدا بهاد. تسمع المقطع الثاني. واش يبقى لي لا راه بقى لي مع حاتم. حاتم عمار. تسمع المقطع الثالث. حياتي عندك. حياتي ذكرى عندك. لو كان لي عندك خاطر بتراك يا قلبك. الله الله الله. برافو. محمد راي. لا هو غناها محمد راي، ولكن الاصل ديال الشاب حسني. الشاب حسني. برافو عليك. سي بغي غناها بجوج، ولكن الاصليه ديال حسني. ساعة سعيدة بتبع بأموال ودول بكال والفرحة تهني البال والحبيبي لالي سحر وجمال سحر وجمال. يا سلام. برافو. الله يحفظكم. هذه ديال المرحوم محمود إدريسي. يا يا سلام. والله الله يحفظك. الله عليكم. تبارك الله. الله يحفظك. الله يكرمك. شو شو رشيد شو شو.
شكرا لكم. بعد الثقافه الموسيقيه ما عندي ما نقول. انا كنت دي جي هو خو دي جي خو دي جي على ذكرك هو ما كيقولش دي جي كيقول جي 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 كون يقول جي 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 على ذكر هذه القضيه ديال خو هشام واش كديرونجيك هذه القضيه اللي يقولوا خو رشيد الوالي؟ لا لا انت واش كديرونجيك؟ لا واحد الوقت كنت صغير ما كنتش فاهم ما كانش كيسبب لي ازعاج مي كان باغي نفرض راسي خصني ندير هشام كلشي كيعيط لي رشيد حتى المدرسه اللي داروا هي اللي درتها انا نفس الاستاذ نفس لونطوراج نفس كلشي كيعي كاين مسرحيات اللي لعب فيهم انا وديري التصويره ديال رشيد تيتلفوا بعض الخطرات كنكون في الصالي كنلعب مسرحيه جوج سوايع ونص مي كيجي كيقول ونقدم لكم الفنان رشيد رشيد وانا كندير كنناد ولكن هادشي اللي خلاك في واحد الفتره تبدل الاسم ديالك لا بدلت بزاف الاعمال درت هشام درت في اصدقاء من كندا البعد الاخر الحي الخلفي درت بزاف الاعمال حتى لواحد الوقت وفرت شويه الاسم ديالي وبدا الناس كيعرفوني مي ما كتسبب ليش مشكل الناس كيعرفوا لا وصلنا واحد لقيته ولا كيعيطوا لي تو هشام كيعيطوا لي هو ما كيسبقش لانه الناس عاديه اللي سبق كيقولوا هذا خو هذا مايكل دوغلاس كي ولد كيلك دوغلاس الجندي ولد الجندي عادي زعما عندنا سعيده بعدي وحفيظه عندنا بزاف ديال الفنانه نعم رشيد ولي كنشوفوا بزاف حاضر في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا كيطرق المواضيع كتهم المجتمع كتلقى ديما كيعطي رايه في قضايا كتهم المغرب سياسه المغرب واش رشيد ولي ممكن شي نهار يدافع على قضايا المجتمع بشكل رسمي تحت قبه البرلمان مثلا واش ممكن شي نهار تدخل عالم السياسه لا ما تبغيش لا عندك موقف لا عندي موقف انا ربما الكل شيء انا مع كل شيء لان اليوم باش ندخل السياسه خصني ندخل مع حزب باش ندخل مع حزب خصو يحارب حزب وباش ندخل هذا خصني نمشي للديور وباش هذا خصني نكذب وخصني شوي ديزولي غتكذب واخا يكون عندك حسن النيه غتقولها وانت كتدافع ولكن راه تمشي غتلقى واقع واحد اخر عامين بعد الناس غيبادلوك غيقول لك وعدتينا تقنا فيك ثقة الناس شيء صعب لذلك لا اريد ان احاسب عند الله بهذ الحوايج ندير الحوايج اللي نقد عليهم إذا أنت ضد أنك تدخل عالم السياسة هشام يمكن أن رأي آخر لا أنا ندخل حيت أنا في أنا تكويني نضالي من الصغر ورشيد يقول لك وحتى دابا في هذا السن هذا راه عندي متابعة تقريبا دائمة للفنانين والأحوال ديالهم وعندي فهم جيد للظروف وشنو خص باش تصلح هذه الوضعية سي رشيد إلا ما كنتش أنا اللي نهضر عليها راه صعيب يجي واحد آخر يهضر عليها والدليل على انه كاين قانون الفنان كاين هذه سنوات هو محطوط كل واجد شكون اللي غيهضر عليه الا ما كانش انا واحد اخر واحد اخر كنحترم رئيس السي رشيد مي انا تنقول عندي داك هذه القدره باش انني علاش لا واحد النهار نكون السياسه كل واحد والتوجه ديالو كل واحد والتفكير ديالو واش عمر تقترح عليك هذه القضيه انك تدخل شي حزب؟ سي تقترحوا عليا وكنت غندير ولكن ما كنتش فاهم سحبني غير ندعم ومن بعد لقيت بلي خصني انا ندوز عند الديور ونوعد الناس باشياء وانا ننسحب لا اللي كيقدروا يتوفقوا كنقول لهم برافو وانا كندعي معكم وكيبانوا اللي كيتوفقوا واللي كيستغلوا غير المناصب لان المهم عندهم الكرسي غيطير مع واحد النهار ولكن انا السي رشيد كنقول مع السي رشيد دابا كندافزوا انا كنختلف مزيان يكون لان في العالم السياسه ولا في الارض كيخصنا الناس اللي عندهم مصداقيه الناس الا كنتي هاد 36 عام وانت كتكون جمهور وكيبغيوك وكي اهم شيء تيثقوا فيك وحنا ولينا كنبحثوا على السياسي اللي نثقوا فيه اللي يقول كلمه ونثقوه حيت ملي كتبقاش المصداقيه حتى السياسه كتولي عبث حنا في صالح ديالنا يكونوا لو انا كان بيدي انا نبغيك تكون بروفيل ديال فنان سياسي ملي كيقول شي حاجه كيقولها صادقه ولا وعد بها يقدر يديرها بحال ولكن حنا كنبقاو سياسيين اللي ما كنبقاوش غير 5 سنين كنبقاو العمر كامل كندافعوا على قضايا الانسان تماما هذا هو الفنان تبارك الله رشيد وهشام غادي ندوزو مع هشام الوالي الفقره ديال الميكسور غادي نشوف واش غينجح في هذه الفقره هذه ولكن قبل غادي ندوزو مع سي رشيد الى بغى طبعا جوكر فقره جوكر فيها اسئله شويه هذا ولكن قبل من هذا الشيء كامل غادي نشوفو واحد لو سكتش ومن بعد نتلاقاو فقره جوكر مع الفنان رشيد الوالي
شو شو رشيد شو شو. إلا عطيناك مليار شنو تدير بها؟ وسيدي الله يرحم ليكم الوالدين غادي نرد بها الكريدي اللي عندي. مليار كلها كريدي؟ وكاين أكثر. على انت فاش خدام؟ انا ما خدامش. وباش غترد هاد الكريدي؟ ايوا انت دابا قلتي غتعطيني مليار، اشنو رجعتي في هضرتك؟ ايوا راه سيدي غير باش نفطرو، واش مشيتو؟ وين نرهوط هاد سيدي؟ الا عطيناك مليار شنو دير بها؟ غنشري بارطبة زيد، وغنشري الطوموبيل زيد، وغنتزوج زيد، وصافي راه سالات المليار. راه كتزوج كيسالي الفلوس. وزيد انت عمي الا كانت باقا شي حاجه اخرى دخل عندي. ها سيدي الا عطيناك مليار شنو دير بها؟ مليار غنشري بها نصف كازا. والنص الاخر غنقول لهم ديروا معايا التريتات، ولا بلاش كاع انا غناخذ الجهه اللي فيها عند الجهه تما مراوجه القضيه كاين تيتيس. الفنان رشيد ولي فقرة شكر. بسم الله. ما عنديش مشكلة. رشيد، واش صحيح أنك سبق واستعملتي الشهرة ديالك في قضاء مصالح شخصية في الإدارة العمومية؟ أولاً كل واحد كان عطيه حقه. أغلبية المصالح الإدارية كديرهم ابتسام، ومني كنمشي سفري الناس كيكرموني وكيحترموني، ولكن الا لقيت قدامي الناس ولا هذا كنعتذر وكنقول عفاك. ما كتقولش حيت غتجبد لي، حيت غتجبد لي، لا جامي لا. بالعكس كاين بعض المرات هما كيقولوا لي الله غيزيد كنقول مع عفاك، ولا كنمشي فشي وقت اللي كيكونوا الناس ولا بالتليفون كنقول لهم منين منفسه نجي، حيت انا شفت شكيطره الناس عندهم مشاكلهم وربما عندهم ظروفهم، وانت كتجي في الاخر حيت الناس عارفوك وكيخلي الناس يكرهوك، ماشي غير في الاداره العموميه، بزاف ديال الادارات. الشهره ما عمرها استعملت في هذا؟ لا الحمد لله. رشيد ولي، انت كيعرفوا الناس في الميدان بانك ممثل، سيناريست، مخرج وايضا منتج. نعم. مجموعه من الناس كيشوفوا بان هذا الشيء فيه احتكار نوعا ما المناصب اخرين، ناس اخرين. نعم. شنو ردك على هذه القضيه؟ فكره غلط نهائيا، لانه حنا خدينا من فرنسا، فرنساويين واحد الحاجه هي سميتها التخصص، بمعنى كيحكموا عليك كنتي خدار غتبقى خدار، كنتي كتجير غتبقى جير، كنتي في الاداره غتبقى اداره حياتك، بمعنى كيمنعوك. كل واحد عنده الحق في انه يحلم يدير هذوك الحوايج. انا كممثل واحد الوقت غنبقى غير نكرر نفسي، لذلك الا غنبقى كل مره ندفع وما يعطيونيش، كنعرفوا في السينما يمكن تدفع 3 سنين وما يعطيوكش، كنوض ننتج من جيبي لاني كنامن بالفكره، كنقول لهم اجي وديروا يديكم في العصيده، ولكن هذا راه كيبقى كله ميدان واحد. أكبر صدمة تلقيتها في حياتي. أيه شنو أكبر صدمة شفتها في حياتي؟ أكبر صدمة هي اللي توفت الأخت ديالي، لأنه كانت في الكونسير وحيدوا لها، ولكن وبرات عام ومن بعد جاها بواحد الطريقة خايبة. وأكبر صدمة هي اللي جات من السبيطار وكانت جالسة عندي وكلهم مجموعين، وهي قالوا لها هضري مع رشيد هو اللي ياخذ معاك القرار. فشدتني عين قالتني وراه كاينه واحد الصوره، وقالت لي خليني نموت، ما بقاش قادره نمشي ندير الشيميو. صافي كان اصعب قرار، تيل معزات عليا حتى انك تا قلت لها القرار كيرجع لك، انا ما نزيدش نعذبك الا بغاك الله. الحمد لله. هذا السؤال شويه غنقدر نجاوب، ولكن وحنا في التلفازه ولان الا جاوبت كيبقى مولاه مبدع. نعم. وغيضروا الحال، خاصه اللي عرفنا انه توفى الله يرحمه. نعم. ذكروا موتاكم بخير، ولادو عايشين. ما نقدرش نقول هذا العمل شاركت فيه وغنالمو هو في القبر ديالو، لذلك نستعمل الجوك. رشيد ولي الله يحفظك. بارك الله عليك، كنحييك على الصراحه ديالك. ميرسي. وعلى الجراه ديالك. الله ينورك. ميرسي رشيد.
هشام الوالي فقره ديال ميكسر. هشام الوالي مرحبا. السؤال الاول كيقول شنو هو افشل عمل قدمتيه من نهار بديتي؟ اسم ديالو افشل عمل. غادي نخليك تفكر على ما ندير انا العصير ديال الليمون. لا يمكن لي نقول العمل اللي كنت فيه انا فاشل. اه بيس افشل عمل خدمتي فيه. اه بالنسبه لك الجمهور عنده راي اخر، ولكن انت بالنسبه لك شنو هو افشل عمل؟ والصراحه كوكان كاين نقولوا لك بصح ما كاينش صح. زعما كاع الاعمال؟ لا كاع الاعمال اللي ما كنتش متفوق فيهم راه تعلمت منهم وانا مجتهد يعني، حتى ملي كيكون الدور صغير كنكون نحاول ما امكن نكون. هذا عرفتي شنو؟ عرفت في السير. يلا غنمشيو، غادي نمشيو للسؤال الموالي. السؤال كيقول شحال كان المبلغ اللي تخاديتيه في مسلسل شهادة ميلاد؟ هو بكل صراحة شهادة ميلاد كان عندي دور صغير، وفاش عطوني السيناريو اتفقت على الأجر ديالي على حسب ذاك الدور. ربما كنت متميز وتزاد الدور بدا كيكبر حتى واحد الوقيته ولا من الناس اللي عندهم البطولة. هو بصح الإنتاج حاول ما أمكن أنه يعوضني ولو نسبيا، ولكن كان عندي الربح كبير في ذاك العمل، لان لعبت واحد البيرسوناج اللي كبر مني عميد شرطه، وكانت عندي مساحه، وكنت كنلعب بواحد واحد واحد الفرح واحد، كنت كنتسنى فوقاش نمشي للبلاطو. ايوا شحال شحال؟ ها تجاوز تجاوز دير له شي قرعه. شكون هو المخرج اللي ما يمكنش تعاود تشتغل معاه؟ ياك هو كاين واحد المخرج اللي في البدايات ديالي طلعني للقمه ويردخني، ومن بعد انه جا وعطاني السيناريو وكان من دور البطولة، وكنمشي لعندو من رباط الكازا وكنهضرو على بيرسوناج وكنلعب حداه، هو راه كان كيلعب عليا، كندير لي سياج كوستيم، الفيلم كان غيتصور في إيطاليا، وعطيتو الباسبور ديالي، وأنا بقوة فرحان أي جورناليست سولني كنقول له غنصور فيلم في إيطاليا غنصور، وعناوين عريضة هشام الوالي يصور فيلم بإيطاليا. واحد النهار كنمشي وكيدفع عليا التليفون ما كيجاوبنيش، مرض ليا شات الباسبور ديالي، وهاد المخرج مراعاة لعائلته والأصدقاء ديالو وسامحته. ويلي هذا دار فيك هادشي كامل وما بغيتيش تقول؟ لا ما نقول. لا باش تعرف راه دارت بيا زعما ماشي، ولكن الله يسامح. شكون كيقنعك في الاداء ديالو كممثل؟ يوسف الجندي ولا ربيع القاطي؟ ربيع القاطي تعطاته بزاف الفرص، لعب الكوميديا ولعب التراجيديا، كنظن ان يوسف الجندي من الممثلين اللي ضايعين، خصوصا مع هو جيل الوسط، فجاء جيل الوسط نقزوا عليه ولا هذا الجيل هذا عنده مؤهلات بزاف اللي انا خدمت معاه بزاف المرات، وكنقول يوسف الجندي الا تحت له فرصه سيناريو صحيح غيكون ممثل كبير. اشنو تبغي الفريز؟ تبغي الكيوي؟ شنو؟ اختار دابا، اختار لي دابا شنو بغيت. اعطيني الفريز. واخا سيدي هان عاوني. زيد وحيد لا تقول ماشي عزيز عليا ولا شي حاجه. الطيبه ديال اللفت. يلا شوف هذا سؤال فيه الفلفله والابزار. اوكي هذا راه واخا تسولني على الوالده والوالد غنجاوب لي انا كنقدر. ولا لافوكا. اوكي
إلا كنتي مخرج، شكون هو الممثل اللي مستحيل تعيط عليه يخدم معك؟ رشيد الوالي. علاش؟ باش ما تاكلش. لا 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 لا، علاش؟ أولا غنحكون محتاجو في ظهري، ما لقاش لأنه لا كان العافية ولا اللغة ولا يكون كونسونتري، غنكون محتاجو معايا الاستشارة الفنية. ثاني حاجة صعيب نديريجيه، صعيب انا ملي كيكون هو سيغسين كتكون بيني وبين واحد الرهبه كنحس به، ملي كتعرف الممثل ملي كيوصل وكيختار كنوقف حداه كنتبرز، دونك صعيب نديريجيه. دوزيام شوز انه خصو يكون مورايا. دابا غير بغيتي تدربليني في السؤال. لا 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 والله الا بصح، والله الا بصح. هذا سؤال بغى يهرب من الفلفله ياك. لا 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 عيقتي انا والله صاحبي دير لنا ربك. في خاطر هشام الوالي. صافي نشوفو كيف يخرج هذا العصير. خير خرج راسو في الاخر شهيتونا. لا كوم اون فريزا غيعطيني فيها مزيانه، ولكن هذا راه صحي هذا العصير. هو فوت غير البصله والحرور ويكون فيه اللفت والقرعه والفخيز، غادي يكون زوين. اوكي صراحه صراحه خذ خذ كاين واحد الكاس لهشام اللي قال لك انا غنمشي صايم، قال لك بغا يدوق. بسم الله والله لا زوين بصح والله لا. تصفيقات على هشام الولي تبارك الله عليك. شكرا ليها في الاخر. دابا حتى الا قالوا له العصير شربوا. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. كنت فرحان بزاف انني استقبلكم في هذه الحلقه هذه، خصوصا في هذا الشهر المبارك، واستمتعت بهذه الحلقه الحمد لله. وايضا الرسائل القويه اللي دوزتوها من خلال الحلقه هذه كنشكركم بزاف، وكنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. هشام شكرا لك. شكرا لك. ومازال ان شاء الله تجي عندنا مره اخرى للبرنامج ان شاء الله. كل فرح. كلمه للجمهور اللي كيبغيك شنو تقول لهم اليوم؟ ورمضان كريم والحمد لله. الحمد لله دابا الحياه رجعت للطبيعه ديالها. اكيد انا من خلال هذه الاستضافه كنمررنا رسائل، كنامنوا بالاسره والدور الاسره. ملي كنقولوا اسره راه هي المجتمع. يعني افراد ملي كيكونوا متحابين متضامنين بعضياتهم راه هو مجتمع متضامن. الاسره اولا واخيرا، واللي ما عندوش الخير في الاسره ديالو ما عمر يكون منه الخير. برافو عليك. سي رشيد الكلمه لك. انا ما يمكن لي كاع اللي كنا غنقولوه قلته، ولكن بغيت نشكرك على القيمه ديال هذه الحلقه والقيمه ديال الاسئله اللي كانت خرجت منا بزاف ديال الحوايج اللي كنظن غنحتاجوها. ولكن اللي كانت عندي شي كلمه غنقولها غنقولها على الفنان المغربي اللي كنتمنى صراحه بعد هذه الجائحه اللي داز وهاد المشاكل اللي دازو وبزاف اللي ما خدموش خلال هاد السنه، بزاف اللي كيعانيو هاد السنه، سورتو رساله غنقول لهم، غنقول لهم ديروا التعاضديه، ديروا التامين ديالكم، راه الصحه ما كدومش، الانسان ما كيبقاش صغير، ما نتسناوش تنطيحوا وعاد نبداو نطلبوا اللي يعاوننا، وحنا صحاح نعاونوا وحدين اخرين، نخارطوا ونخلصوا، راه اللي عطيتو اليوم غدا غيرجع ليا، كومسا بركه عندنا من البؤس ديال الفنان، ونتمنى هاد المسؤولين كلهم ينوضوا ويهتموا بالفنان لانه هو الصوره ديال البلاد. شكرا لكم. ميرسي اخويا. تبارك الله عليكم. باي باي.